بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع مراجعة الفصل التاسع مادة العلوم للصف الثالث الابتدائي، عندي كلمات سأضعها في النقاط. مادة: السائلة، كتلة، العناصر الصلبة، الغازية، حجم. المادة التي حجمها وشكلها غير ثابتين يبقى هي إيه؟ أقول له هي الغازية. الغازية الحيز الذي يشغله الجسم. الحيز الذي يشغله الجسم هو حجم الجسم. هو ايه؟ حجم الجسم او الحجم. المادة التي حجمها ثابت وشكلها غير ثابت: السائلة. المادة اللي حجمها ثابت وشكلها ثابت: الصلبة. الصلبة يبقى الغازية، الحجم، السائلة، الصلبة. شوف هناك كان كاتب لي حجم، حجم نخلي دي بس حجم، ها، اللي هي بدل الحجم اشطب الألف ولا بتبقى حجم بس. تمام، المادة اللي حجمها كتبنا الصلبة. نكمل رقم 5. كمية المادة التي يحتوي عليها جسم ما هي؟ الكتلة. كل ما يشغله حيز وله كتلة فهو مادة. تتكون جميع المواد من وحدات بنيئية تسمى العناصر. العناصر كتلة مادة. العناصر بيقول لي أجيب عن اذكر 3 خواص للجسم. خواص للجسم يمكن قياسها باستخدام أدوات قياس معيارية. طيب أقول له الحجم والكتلة والطول. حجم وكتلة وإيه؟ وطول. بعدين بيقول لي ما الوحدات المعيارية التي استخدمتها لكل منها؟ الحجم، عشان أعرف حجم شيء بستخدم إيه؟ تستخدم علشان تعرف حجم شيء الايه؟ اللتر. اللتر او المخبار الايه؟ المدرج. هنا بيقول له للجسم، اي جسم يعني، ولا جسم الانسان؟ او هنا يقصد جسم الانسان. طيب يمكن قياس حجمه، حجم الطول، هنقول الكتلة الميزان ذو الكفتين. الطول المتر. المتر إن أنت عاوز تعرف حجم الشيء ممكن بدل اللتر ممكن إيه نعرف هو عرضه قد إيه، يعني طوله. مثلا لو أنت عاوز تعرف حجم الجسم ممكن تقيسه كده بالمتر وتعرف وتقيسه، تلف المتر حواليك وبعدين بعد كده تقيسه برضه بالطول. لكن هنا اللتر دي في سوائل، يعني حجم السائل، لكن الجسم اللي يمكن قياسها باستخدام ادوات، اذكر 3 خواص للجسم يمكن قياسها باستخدام ادوات قياس ايه؟ معياريه. اي جسم بقى، يعني مش لازم جسم انسان، اقول له اللتر، الميزان ذو الكفتين، المتر.
جسم اي شيء بنقيس الحجم بتاعه باللتر، ممكن بالمخبار المدرج. والميزان ذو الكفتين للكتلة والطول بالمتر. نروح بأي ممالي وحدة قياس حجم السائل. احنا قلنا السائل بنقيسه باللتر، حجمه بالايه؟ باللتر. أنا أذكر ثلاث خواص خلاص دي. أكتب وصفة مختصرة للمادة الصلبة والسائلة مستخدما الرسوم إيه التوضيحية. حكاية طويلة ده، نقول إيه بس كده مختصر. نقول الصلبة ثابتة الشكل والحجم، والسائلة إلى ثابتة الحجم ومتغيرة حسب الإناء والغازية متغيرة الحجم. نضعهم فين؟ هنا في الواسع كده. الصلبة ثابتة الشكل والحجم، والسائلة ثابتة الحجم ومتغيرة الشكل بحسب الإناء، والغازية متغيرة الشكل. يلا نكتبهم كده بسرعة. خلاص صلبة ثابتة الشكل. ممكن بقى بيقول لي استخدم الرسم، يعني اعمل له الصلبة، اعمل له صخرة، اعمل له ايه صخرة كده خليها سود، واقول له صخرة، اعملها له صخرة. السائلة مثلا اضع له كوب ونضع فيه ايه مياه كده. الغازية هنجيب بالونة طويلة كده مثلا، او نعملها كده ونرسم له بالونة عشان يعني نبرسم هنا بالماوس اهو كده مثلا، ونلونها بلون معين. يبقى انت كده عملت له الثلاث ايه الوان. يبقى عندي مثلا بالونة وكوب وصلب. يبقى انت كده رسمت له الثلاث، صلبة مثل الصخرة، وسائلة كوب، وغازية مثل البالون. ما خطوات قياس كتلة جسم باستعمال الميزان ذو الكفتين؟ أقول له نضع الكتل الثابتة من الكيلو جرام في كف، والجسم في الكفة حتى تتساوى الكفتين، فنعرف قياس الكتلة بالمعايير الثابتة اللي هي الكيلوات، وهي ايه؟ الكيلو جرام. شوف كم كيلو جرام، يبقى انا كده عرفته. نضع الكتل الثابتة من الكيلو جرام في كف، والجسم في الكفة حتى تتساوى الكفتين، فنعرف قياس الكتلة بالمعايير الثابتة وهي الكيلو جرام. شوف 10 كيلو، 5 كيلو، 100 كيلو كده. يمكنني أن ألاحظ الحالات الثلاث للمادة في السيارات، وضح ذلك. أقول له الهيكل صلب،
وداخل الإطار غاز، وداخل الخزان بنزين سائل. الهيكل صلب، وداخل الإطار غاز، وداخل الخزان بنزين سائل. يبقى عندي 3 حاجات: هيكل صلب، الإطار داخله غاز، الخزان فيه بنزين اللي هو السائل. الله مثبتها لكم عشان ما تروحش. عند سعات صخرة وكأس قياس وقليل من الماء، كيف تستطيع سعات قياس حجم؟ طيب يلا، هيقول اكتب لكم جنب عند الصورة الثانية ازاي تستطيع قياس حجم الصخرة. اهو قيس حجم الماء في إناء مدرج، ثم تضع الصخرة، ثم تعرف الفرق بين القياسين الأول والثاني، فيكون الفرق بينهما هو حجم نقيس حجم الماء في إناء مدرج، ثم نضع الصخرة، ثم تعرف الفرق أو تحسب الفرق، ثم تحسب الفرق بين القياسين الأول والثاني. الأول مثلا كان 200، بعدين بقى 400، الفرق بينهما هو حجم الصخرة. الفرق بينهما هو حجم الصخرة. يلا في انتظار تكتبون. تمام. سؤال: كيف يمكننا أن نعرف ما بداخل كيس ورقي لونه بني من داخل النظر من دون النظر إلى داخله؟ كيف يمكنني أن أعرف إيه؟ ما بداخل كيس بني دون النظر إلى داخله؟ هقول لك غير ما تشوف، من شكل الأشياء التي توجد فيه، يعني ايه؟ او حجمها، الحجم بتاعها، يعني مدورة كبيرة، مدورة صغيرة، نص نص، يعني كده يعني. ايضا ممكن اقول له عن طريق الشم، شم اللي داخل الكيس، ريحة مانجا، ريحة عنب، ريحة تفاح. وعن طريق اللمس تحسسه، تشوف هل هو صغير، عنب، برتقال، تفاح، خيار، موز، كده يعني. يبقى لعمة شكله المجسم، او عن طريق شمه، او عن طريق اللمس. كل هذه الاشياء عن طريق الشم، وعن طريق اللمس، وعن طريق تحريك الأشياء اللي فيه. فيما يتشابه الجسمان في الصورة وفيما يختلفان. التشابه كلاهما صلب ومادة،
ولهما شكل ثابت. طيب الألمنيوم لين وخفيف ولامع، الذهب ثقيل وأصفر وقاس يعني صلب، لا يلين، فاهمين يعني قاسي، كثافته عالية، تقيل، أصفر، قاسي، لا يلين، تاني خفيف وبيلمع ولين، ممكن تتني الورق بسهولة، ده وزنه خفيف وده وزنه إيه؟ ثقيل، ده قاسي وده لين وده لامع وده أصفر وده أبيض، أشياء حجمه، الحجم هنا مختلف، هنا مكعب، هنا يعتبر زي مستطيل. صواب أم خطأ؟ لا يمكن قياس الهواء. هل هذه العبارة خطأ؟ أقول له إيه؟ خطأ، يمكن بقياس البالونة فارغة ثم ممتلئة. ممتلئة ممتلئة. لما تقيس البالون لو هي مليانة وبعدين ترجع تقيسها بقياس ايه؟ كتلة، تحطها وتوزنهم، تربطها بحتة قطعة، تعرف تلاقي لو جبت بالونة فارغة وبالونة بعد ما مليتها بالهواء تلاقي اللي فيها الهواء زادت. يبقى أقول له خطأ، يمكن بقياس كتلة البالونة فارغة ثم ممتلئة، نعرف إن الهواء موجود. نكمل ونروح نشوف كده عندنا حاجة تانية، أصمم دفتر وأضع معرفش إيه، أختار قطعتين. طيب نموذج اختبار بالمرة، يلا اختار الإجابة الصحيحة. انظر إلى الجسم أدناه فيما يختلفان هنا في الشكل، هما الاثنين شكلهم دائري، حجمهم لا، طولهم لا، لونهم لا، شكلهم دائري. أي الأجسام تنجذب إلى المغناطيس؟ طبعا الحديد والألمنيوم. كيف تكون الجسيمات في الغاز؟ متقاربة ومترصة، متباعدة جدا وتتحرك بحرية، اللي هي باء. نروح للسؤال التالي، لماذا يطفو طوق الإنقاذ فوق؟ لأن كتلته كبيرة، لأن حجمه وكتلته متساوية، لأن كتلته صغيرة وحجمه، لأن كتلته كبيرة وحجمه صغير. كتلته صغيرة، لا، كتلته كبيرة وحجمه، لا العكس، دي كتلته، الكتلة هي ايه؟ الوزن بتاعه صغيرة والحجم بتاعه ايه؟ كبير، تمام؟ يبقى لأن الكتلة صغيرة اللي هي اللي بنوزنها بالميزان والحجم بتاعه كبير فبيطفو، يبقى جيم. كمل، ما الحالة التي يكون عليها الهيليوم داخل البالون؟ طبعا غاز. أي العبارات الآتية عن المادة صحيحة؟ المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى جسيمات، لا أراها بالعين المجردة، المادة أصلها الشمس، كل مادة يمكن رؤيتها، كل مادة أصلها من الفضاء، اللي هي الأولى.
أي العبارات مادة تتكون من دقائق تسمى جسيمات، لا أراها في العين المجردة، وممكن برضه اللي شبهها كل مادة يمكن رؤيتها، بس في حاجات لا نراها بالعين الإيه المجردة، فيبقى هي الأولانية هي الصحيحة. نمسح دول. انظر إلى الشكل أدناه، ميزان ذو الكفتين، بيقول لي يقيس هذا الميزان الكتلة. الكتلة. نروح بقى نشوف السؤال الثاني. املأ الفراغ أدناه بوحدة القياس الصحيحة. طيب الطول السنتيمتر، والمتر الكتلة، الميزان ذو الكفتين، حجم السوائل، المخبار المدرج أو الكأس المدرج، الكأس المدرج، المخبار المدرج. تمام كده، يبقى عرفنا السنتيمتر، الميزان ذو الكفتين، الكأس المدرج. ننزل أضع علامة صح في المكان الصحيح. حالة المادة حجم ثابت، صلبة الاتنين ثابت، سائلة الحجم ثابت والتانية لا، الغازية مفيش حاجة، لا دي ولا دي، لا حجم ولا شكل ثابت. الغازية مفيش، ثابت لا دي ولا دي. هنا بيقول لي ايه، انظر الى صورة الشريط المتري أدناه، ما الخاصية التي يقيسها؟ يقيس الطول، يقيس الايه الطول اللي هو بالمتر او السنتيمتر. أقارن بين حركة جزيئات كل ما مادة، يمكنني أن أستخدم رسوما لمساعدتي. عاوزنا بقى هنا نقارن بين الصلبة. الصلبة حركة جزيئاتها تيها ثابتة، طيب ناخد هنا الغازية حركة تيها متحركة على طول ما تثبت. السائلة تتحرك، الجزيئات وتشكل نفسها حسب الإناء. ولكنها متوسطة، يعني لا هي مثل الغاز سريعة ولا هي صلبة ما بتتحركش خالص. ماشي، بقى السائلة تتحرك الجزيئات وتتشكل نفسها بحسب الإناء الذي تضع فيه، حسب الإناء الذي إيه؟ الذي توضع فيه، ولكنها متوسطة الإيه؟ الحركة، متوسطة الإيه؟ الحركة.
الغازية متحركة، الصلبة حركة جزيئتها ثابتة، السائلة بتتحرك ببطء وتكون شكل الإناء. كده خلصنا الاختبار، خلصنا الايه المراجعة. لا تنسونا من اللايك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.